بسم الله. بعد ما خلاص خلصنا الشغل بتاعنا وجربنا التيست واشتغل، جت مهمة ايه؟ ان احنا نربط بالمنجوز. خلاص الاول نعمل الايه الكوليكشن بتاعنا كمونجو دي بي. فهعمل نفس السكيما بتاعتي بالظبط، اللي هي التايتل والكاستمر نيم والايميل والفون، تمام. فعملت انسيرت دوكيمنت كده وقمت قايل له ادي التايتل، واقوم مدخل اي داتا دامي كده والكاست نيم، وهدخل اسم والايميل، وهدخل ايميل ما، والفون وهدخل فون ما، بحيث ان يبقى عندي كده ايه دوكيمنت اهو موصوف عندي والدنيا واضحه ما فيهاش مشكله. عشان هبدا بعد كده عايز اوصل ده بده، اوصل في الاخر السكيما دي بالكوليكشن ده، وبعدين نبدا نوصل بقى للعمليات الكرود الاساسيه على الكوليكشن ده. طيب اول حاجه ان احنا نكونكت من اساسه على المنجوز. في غالب الشغل بتاعنا هتلاقي كل الشغل بتاعنا على المنجوز في الابلكيشن كله، فبناء عليه قررنا ان احنا نكتب الكود بتاع الكونكشن بتاع المنجوز في الاب جي اس. ممكن نبقى نعمله في كونفيجريشن او في كونكشن او في داتابيس كونكشن ككونفيجر فايل ونبقى نناديه، مفيش مشكله. لكن مؤقتا دلوقتي او بشكل ما ممكن تقدر تفصلها انت، مفيش مشكله. هعمل سيت اب للايه للمونجو دي بي كونكشن، بحيث اظبط الاعدادات الخاصه بالكونكشن بالشكل بتاع المنجوز، بحيث ان انا اقدر انادي ايه انادي عليها واستدعيها واعمل كونكشن فعلا، او يحصل ايرور في الاتصال بالداتابيس. فعرفت كورست منجوز وهريكواير بيها المنجوز عشان اقدر استغلها في ان احنا ايه في ان احنا نعمل الكونكشن على الداتابيس. طيب الكونكشن هنشوف هيمشي ازاي وهنعمل كونكشن ازاي. بعد ما عرفت المنجوز هبدا اعرف حاجه اسمها اليو ار ال او الدي بي يو ار ال، خليها دي بي يو ار ال افضل. الدي بي يو ار ال اللي هو زي بالظبط المنجوز ده بالنسبه لي زي موبايل، انا شخص وبكلم شخص اخر، يبقى النود شخص وبيكلم المونجو دي بي كشخص اخر، اللي ما بينهم اليو ار ال عشان اقدر يوصل له زي بالظبط التليفون ده الوسيط ده المنجوز، وانا شخص وده شخص، اللي ما بينهم رقم التليفون هو اللي هيوصله. بالنسبه لنا الداتابيز يو ار ال هو ده اللي هيحصل بيه الايه الاتصال. في عندي منجوز دوت كونكت زي ما احنا شايفين، بكتب المونجو دي بي واللوكال هوست والبورد واسم الداتابيز واسم الايه الداتابيز. ممكن احط كلمه ايه يوز نيو يو ار ال بارسر عشان الفيرجنز الجديده. ده طريقه. وفي طريقه ثانيه لو فيها بقى يوزر نيم وباسورد واوثنتيكيشن وكده، بكتب المونجو دي بي وبكتب اليوزر نيم وبعديها نقط كولون وبعد كده الباسورد وبعد كده ات وبعد كده الهوست، تمام، وبعد كده البورت وبعد كده سلاش الداتابيز. وممكن برضو بعد علامه استفهام احط شويه ايه شويه اوبشنز تانيين خاصين بالاتصال بالداتابيز. على العموم انا هاخد ده كده كوبي بيست، هاخد منه بس اليو ار ال بس بتاعي ده اليو ار ال الاولاني العادي اللي هو من غير يوزر نيم وباسورد. لو عايز يوزر نيم وباسورد هحط لك برضو في نفس الفايل ككومنت هنا، هحط لك الثاني بحيث اليو ار ال الثاني بحيث لو انت عندك يوزر نيم باسورد تبقى انت عارف اليو ار ال ده واليو ار ال ده. انا بس هغير اسم الداتابيز بتاعتي، هسميها بنك ايه بنك دي بي، تمام. طيب كده ده اليو ار ال بتاع اللي هيوصلني للبنك دي بي داتابيز بتاعتي اللي موجوده جوه المنجو، والمنجوز جاهز. اليو ار ال طبعا ده عباره عن فاريبل سترنج عادي يعني مفيش فيه حاجه. طيب هاخد اليو ار ال اللي موجود بتاع اليوزر نيم والباسورد والكلام ده كله واحطه لك كومنت اهو عشان يفضل موجود عندك في الفايل ان شاء الله. طيب كويس، يو ار ال والمنجوز جاهزه. عايزين نعمل بقى الكونكشن بتاعنا. هقوم عامل ايه؟ هعرف طبعا هقول منجوز وهنادي منها على الكونكت، والكونكت دي بتاخد مني اول حاجه اليو ار ال فهديها الدي بي يو ار ال. عشان كده المنجوز عشان قبل ما تيجي تعمل كونكت بقت عارفه اليو ار ال اللي هي كونكت عليه. خلاص تمام. بعد كده هقول له منجوز برومايس بتساوي جلوبال دوت برومايس، عشان طبعا الوقت اللي بتقطعه الداتابيز اثناء التنفيذ والرد.
طبعا السطر ده في حد ذاته ممكن تعمله كومنت لو انت من جزء فيرجن 5 وانت طالع، يعني دي للاولد فيرجنز كنا لازم نكتب السطر ده، بعد كده ما بقتش مطلوبه قوي ان احنا نكتب الايه البرومايس للمونجو دي بي او للمونجو منجوز، بحيث ان احنا لو طلعنا فوق الفيرجن دوت، بس انا بكتبه عشان الناس لو شغال على فيرجن قديم على سيرفر ولا حاجه تبقى ايه، تبقى ما عندهاش مشكله. طيب عرفت الدي بي بقى اللي هو الاوبجكت بتاعي اللي هيعمل الكونكشن، حتى الان ما عملتش على فكره غير بس عرفت المنجوز، عرفت الداتابيز يو ار ال، وقلت له انت بتعمل كونكت، هتكونكت على اليو ار ال ده خلاص كده، وعرفت الدي بي، والدي بي بتاعتي هنادي على المنجوز عشان اقدر اعمل كونكشن، عشان اقدر اعمل ايه كونكشن بقى خلاص بقى، كلمه دي بي دي بالنسبه لي هي بالنسبه لي الايه الكونكشن. قلت له دي بي اون دوت اون ايرور، لما يحصل ايرور عايزك تطلع لي ايه، تطبع لي الرساله دي في الكونسول، غير كده مش عايزك تطبع لي حاجه. يبقى دي بي بالنسبه لي هي المنجوز كونكشن، هو الاتصال الفعلي. فبقول له لما يحصل الايفنت بتاعي اللي انا عايزه، لما يحصل ايرور هطلع لي بس مسج كده في الكونسول عشان ابقى شايف ان في ايرور في الكونكشن بتاع المونجو دي بي، تمام. فقلت له طبعا الرساله هتطلعها لما يحصل ايرور، هقول لك مونجو دي بي كونكشن ايرور، طلعنا بس حصل ايرور في الكونكشن بتاع المونجو دي بي خلاص، بكونسول دوت ايرور دوت بايند كونسول بتاعي هيطلع رساله اسمها مونجو دي بي كونكشن ايرور. يبقى انا لو رنيت دلوقتي وطلعت لي رساله الايرور يبقى حصلت مشكله، ما طلعتليش رساله زي ما احنا شايفين، او لا ما طلعتش رساله وقال لي سيرفر از راننج، طلعتليش رساله، يبقى خلاص كده بالنسبه لي تمام، وما عنديش ما عنديش مشكله كده، السيرفر رن ما عنديش مشكله. طبعا الايرور طبعا مش ايرور، ده بيقول لي بس زود اليوز نيو يو ار ال بارسر ده، خليها ترو انت بتعمل كونكشن، علشان بس يبقى شايف اليو ار ال بشكل سريع، يعني كيو ار ال ما عندوش مشكله فيه، او بيقدر يبارسنج اليو ار ال بشكل مظبوط، وليها كذا طريقه ثانيه. فقلت له على العموم يوز نيو ار ال بارسر ترو، عشان تبقى انت عارف النيو يو ار ال بارسر، عشان الفيرجن القديمه كانت ماشيه ببارسنج مختلف. هنا قال لي الدنيا قامت ومفيش مشكله، وما طلعليش ولا اي وورنينج ولا اي ايرور، فكده معناه ان الكونكشن تم وما حصلش فيه اي مشكله خالص. عرفت المجوز والمونجو والداتابيز يو ار ال اللي بعرف فيها، وعملنا كونكشن بالسطرين البوصات دول.